في الحرب لا يستغرق الخراب سوى ساعات، ربما بينما في السلم وإعادة الإعمار يحتاج لسنوات. كذلك هو الحال في مدينة المخا جنوب غرب البلاد التي شهدت انتعاشا طفيفا بعد تحريرها من الميليشيات الانقلابية. وبعد حرب دامت لما يقارب العامين، ها هي المدينة تستعيد شيئا من عافيتها. أتينا إلى هذه المدينة وكانت خالية بالكامل. كان أبناء المدينة نازحين خارج المخاء. تقريبا عندما أتينا لم يكن 15% من سكان المخاء موجودين. الحياة بدأت ترجع في مدينة المخاء، بس ينقصها الماء والكهرباء والتعليم. هنا جزء من معاناة الأطفال في حالة تشرد وحرمانهم من الذهاب إلى مدارسهم، بالإضافة لانشغالهم بأعمال لا تناسب أعمارهم، وهو ما يؤثر سلبا على مستقبلهم. احنا ضبحنا من الحرب عشان نعيش بلادنا، عشان نلعب، عشان ندرس، إن شاء الله نعيش. الدنيا تعب، ما فيش ماء ولا ما فكوا لحناش البحر ولا في كرهبة، الدنيا محاصرين للبحر ولا كل حاجة. إن شاء الله الناس يرجعوا إلى بلادهم سالمين ولا بهم أي حاجة، إن شاء الله يكمل الحرب. ترميم المستشفى العام في المخا أيضا ساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة المواطنين الذين عادوا إلى مساكنهم، كما ساعد في الحد من انتشار الأوبئة وتأمين الوضع الصحي في المدينة. انقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء أيضا لم يمنع سكان المدينة من استئناف الحياة وممارستها بشكل طبيعي، على الرغم من صعوبات الأوضاع وتعقيدها فيما تبقى من مساكن. وسط هذا الدمار تحاول مدينة المخا استعادة بعض ملامح الحياة في ظل الظروف والصعوبات التي يواجهها سكانها. مروى السيد، قناة بلقيس، المخا.